عمري قلطش. لا انت اكيد بتتكلم عن ناس عجرم يابا، لا يمكن دي تبقى زبده يابا، دي عامله زي البطه البلدي اللي متاكله ثلاث مرات قبل ما حد يسمي عليها، ده غير العرف. بحبها يا سيد، بحبها حتى لو كانت نعزه. نعزه؟ ماشي يابا. يا خرجان باب الحمام داري نفسك، في رجالة في البيت. هو فين الرجالة دول؟ لايميني عليهم. ايه ده ما اكلتش ليه؟ ده الاكل لسه بحاله. ماليش نفس. يبقى عشان سيد سافر، ما هو اصل الاكل ما كانش بيحللك الا من ايده. يوه حاسب هتحرقني. مالك متعصب كده؟ انا عايز اعرف كان عامل لك ايه سيد؟ كان اتضرب عشانك؟ عنده استعداد يموت نفسه لو حد مسك بكلمه واحده؟ ولا هو عشان لسانه حلو وبيعرف يلعب بالبيضه والحجر؟ ما تردي. هو ده كلام يترد عليه؟ ربنا يهديك يا اسامه. انا دلوقتي بس فهمت ليه سيد كان وشه متغير وهو سايب البيت وماشي. صحيح سيد ما موتش روحه عشانه، لكن كان ممكن يموت عشانك وهو بيجيب لك حقك من رجالة الزناتي وشلة البرشام. الله يلعن أبو الشيطان يا أخي. تعالى لي بده كده. أيوة على مهلك. ها إيه ده؟ في إيه؟ هلو باسانت. أيوة هات هنا. أيوة بس عشان القعدة تبقى مظبوطة شوية، شوية تغيير كده عشان خاطر العين. عين إيه؟ إيه ده أنت مش واخدة بالك إنها عين ولا إيه؟ في الاول انا وانتي جيلنا تسمم، وبعدين وجيه تجيله السفره، وبعدين نتسرق كله ورا بعضه. تبقى عين بقى ولا مش عين؟ تغيير العفش بالشكل ده هو اللي هيمنع العين؟ طبعا دي عكوسات، اهالينا كانوا بيقولوا عليها كده زمان. طب اقول لك على حاجه، ايام المذاكره لما كنت اخد عين، ماما بقى الله يمسيها بالخير كانت تقولي البسي هدومك بالمشقلب. غريب قوي، وازاي فاكره كلامها مع ان انتي بتقولي ان ماتت وانتي صغيره؟ ما حدش بينسى كلام مامته. مش قلت لك حطي دي هنا؟ وبعدين يعني هي العين بالسنه موضه بتروح وتيجي؟ خالص دي حكايات هتفضل موجوده لغايه يوم القيامه. ايوه بس تغيير العفش بالشكل ده هيخلي اي حد يجينا يقول ان احنا ما عندناش ذوق. يقولوا بقى اللي يقولوه، مش هتفرق معايا. مش احسن ما يفضلوا مركزين معانا وعينيهم تجيبنا الارض؟ من فضلك رجعي الحاجه مكانها. برضو مش فارق معاكي اللي انا قلته لك ده كله؟ مش فارق معاكي اللي هيحصل؟ مفيش حاجه تحصل غير الناس هتضحك علينا. قصدك ايه بقى ان شاء الله؟ انا اللي هضحك الناس علينا ولا ايه؟ ايه في ايه مالكم؟ مفيش، ده بيتك وانتي حرة، اعملي فيه اللي انتي عايزاه. لا يا حبيبتي، ده بيتك قبل ما يكون بيتي. خلاص يا جماعة رجعوا كل حاجة زي ما كانت. فطرت يا روحي؟ لا أنا أصلي عندي ميعاد دلوقتي، في حد جاي لي هستناه في المكتب. بس قبل ما أروح المكتب في حاجة عايز أقولها لكم أنتوا الاتنين. طريقتكم في الكلام كده مش عجباني، ريحتها مش لطيفة، السكة دي مش حلوة، آخرتها نكد، وأنا ما بحبش النكد. عيني عليك بارده، واضح انك شادد حيلك اليومين دول. هو يعني في حاجه بتعدي من تحت دهنك؟ ما انت في كل الحالات بيدوبك من الحب جانب. عشان انا مش حاسبها بالشكل ده. عايزك تاخد بالك على نفسك، انت مش مجرد زبون عندي، احنا اصحاب وفي بينا عيش وملح، والبلد النهارده ما بقتش زي امبارح في كل حاجه. عشان كده ايقاع الشغل يا صاحبي لازم يمشي بشكل سريع ومختلف. محدش ضامن الكرة لما هتلف هتقع في حجر مين. وانت ناوي على امتى؟ بكره لو تحب. اتفقنا نفس الميعاد. انا هتحرك بعد بكره برضو في نفس الميعاد. على بركه الله. صحيح اخبار صاحبتك بتاعت الفنجان ايه؟ مين قصدك؟ مها؟ يا لهوي على ده اسم مها. مش انا اللي متجوز نحمده؟ طب ما تحمده. التاريه يا اخويا التاريه. الا وتعرف مها بتاعتك دي مخيشه في نافوخي قد ايه؟ يا حسونه مها دي تاخدك البحر وترجعك عطشان. ما هياش محتاجه توديني وتجيبني، انا اساسا ريقي ناشف وحموت من العطش. الغردقه غيرتك قوي قوي يا سيد. ليه بس يا ابني؟ ليه؟ ليه بس يا سيد؟
ده انت من ساعة ما روحت هناك يا سيد مفيش مكالمة تليفون تطمن على سمعة، مفيش رسالة جي بي اس تقول لي اخباري فيها ايه. ما انا مش ذنبي انك غبي للمرة 13 يا ابني، اتقلبت في الطريق والموبايل اتسرق. اكلمك منين انا؟ اصبر اهو جالي تليفون. ما التليفون هو يعني ما اتسرقش يا سيد. الو يا ارنولد يا راجل. هو ماله شارد حلو كده؟ طب وانا ايه ظروف يا راجل؟ لا انا عارف مين اللي عملها، عارف مين اللي حط عينه فيها. طب انا جاي لكم، انا جاي لكم. انا اسف والله انا مش عارف اقول لكم يا رجاله، انا جاي لكم في الطريق، انا جاي لكم في الطريق. مع السلامه. مين اللي شادد حلو ده؟ انت مش حطيت عينك فيها يا ابن الفقريه؟ انا طول عمري عيني بارده عليكم. ما برطم ارخي، انا اترفضت. اطلع بينا على المكان اللي احنا رايحينه وما تسالنيش فين لا يولع قبل ما نوصل. اطلع من شتري. خير في ايه؟ مش انا يا سيد. امال مين؟ المرش مش عايز يلقط. وهو امتى لقط؟ معلش يا سيد لو فيها سيد ادب مني ممكن زقه خفيفه، مش عشان المرش ده. انا عيني انا عندي كام سمعه يا لهوي. زقه واحده هتجيب لنا السكر. التاني وكارك هزق انا. ماشي هكارك انا. ماشي هكارك يا سيد. يلا كارك. ها هكارك انا اهو. ما انا مكارك اهو اهو اهو. الزقة دي ما قصرتش يا سيد، هي خفيفة شوية، أنا عايز زقة نظيفة. مين؟ تتجوزيني؟ قد كده خايف من الخسارة؟ ولا عايزني أمنع عنك الخسارة اللي قلت لك هتقطم وسطك السنة دي؟ الله كده هتزعليني منك بقى. اللي جاي عايز حلال ربنا تدخلي في ضميره وتفسري التفسير البطال ده. ده انا جاي لك دغري. وش كده يحسونا بيه؟ وش الله، امال يعني عايزاني اعمل نفسي مقابلك صدفه في 3-4 اماكن وانا اساسا اثرك؟ ولا بلاش اخش لك على الفيسبوك واعمل لك تاج ولايكات وماله؟ لو اللون ده يعجبك من عينيا الاثنين بعد شهر العسل يا عسل اعمل لك كل اللي نفسك فيه، هتشقلب لك كده. حسونا بيه، احنا ما نعرفش بعض خالص. بعدين مش اللي كانت معاك في اسبوع ابن سالم بيه تبقى مراتك برضو؟ الله، طب ما انت مركزه معايا هو واخده بالك. وماله هي تبقى مراتي في مصر وانت مراتي في الغردقه، وانا بموت في الغردقه، احب الغردقه. قلت ايه يا غردقه؟ مش لما فوق من المفاجاه الاول واهدى وافكر. حقك، خدي وقتك كله اللي انت عايزاه وانا حاضرة ببنطة بره لحد لما تخلصي ارجع لك على طول. بنطة ايه يا حسونة بيه؟ بنطة ايه؟ هو احنا بنهزر؟ انا كنت خارجة اساسا. ومال؟ شوفي انت محتاجة وقت قد ايه؟ اديني وقتي زي ما انا اديتك وقت. انا ما خدتش وقت، انا السهم طلع من عينيكي رشا في قلبي عششتي في نافوخي على طول. يا سلام. بصي اهو معششة في نافوخي وفي عيوني وفي خدودي وفي. طب بس بس بس، وما دام انا معششه قوي كده ما افتكرتش انك لسه ما حاسبتنيش على الفنجان اللي قريتهولك؟ ايه؟ هو انت بتاخدي فلوس قصاد قرايه الفنجان؟ انا فاكرها هوايه. هوايه؟ لا يا حبيبي، انا احترفت من زمان. وماله؟ عقبال ما احترف انا كمان ونلعب مع بعض ماتش النهائي، النهارده يكون عندك حق الفنجان. اوكي احيي على دي. اوكي قوليها تاني كده. اوكي يا حسونه بيه، اموت في الحنين اللي مش مبين. اهو بدا يبين اهو. البنت اللي حضرتك امرتي بتشغيلها اللي بتقول ان اسمها سماح لسه ما جابتش اوراقها لحد دلوقتي، وانا خايف لو حد عدى من شو